بمناسبة مستر بيتسو موسيماني ونجاحاته مع النادي الأهلي، شوف احنا لما الأهلي أقدم على هذه الخطوة الجديدة، لأنه أعتقد كان تصرف مسؤول واختيار نوعي، قفز على حواجز كتيرة جدا وتخطى أشياء كان البعض لا يتصورها، إنه الشمال الأفريقي يستخدم خبرات من جنوب القارة جديدة. لما الأهلي عملها قلنا لكم دي خطوة جريئة وقرار مسؤول من مدروس. شأنه مسؤول مدروس مدروس من شأنه إنه يعمل نوع من الدمج الطبيعي بين أبناء القارة الواحدة ويحطم هذه الحواجز اللي موجودة. عارفين النتيجة إيه؟ اللي عمله النادي الأهلي شجع نادي نهضة بركان المغربي للتعاقد مع الكونغولي فيلوران إبينجي، ده المدير الفني لفيتا كلاب السابق. نهضة بركان المغربي تعاقد معاه زي ما انتم شايفين لتدريبه في خطوة يعني مضيفة إلى ما أنجزه الأهلي. نجاح بيتسو موسيماني في النادي الأهلي وإقدام الأهلي على التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي خلى نهضة بركان المغربي يجيب المدرب الكونغولي بتاع فيتا كلاب. نتمنى له التوفيق، لأن يعني أنا الأوان أن القارة الأفريقية مش بس تصدر لعيبة، لا، أن تعيش حالة من الدمج الطبيعي، لا تقول أن أنا أعرف أدير شؤوني الكروية وعندي كوادر يعني. تدوير خبراتها جواها كده. تدوير خبراتها جواها كلها من الشمال للجنوب ومن الجنوب للشمال، ده أعتقد هيسر كرة القدم الأفريقية، وده نتاج خطوة النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إن أنت تاخد قرار نوعي مختلف والحمد لله نجاح مدروس بهذا القدر ونجاح التجربة ينجح بهذا الشكل وينجح موسيماني ويكون سعيد جدا وممتن جدا للقرار وللاختيار وعنده هذا الشغف إنه يحقق المزيد من البطولات في تجربة ثرية جدا مع النادي الأهلي، فتحت الباب للمدرب الأفريقي إنه يجي من الجنوب كمان للشمال. كنا أشرنا للمنتخب الأولمبي، أنتوا عارفين إن كابتن شوقي غريب كان اختار قائمة فيها من النادي الأهلي محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وصلاح محسن، إضافة إلى بقية اللاعبين.